السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي صوفي سبيس. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحتكم. اليوم كما وعدتكم جيتكم بالجزء الثاني تاع جولتنا في معرض الانتاج الجزائري اللي راهو متواجد في قصر المعارض صنوبر البحري بالعاصمه. سييت نصور لكم لو ماكسيموم مالغري كو كاين الغاشي سورتو في البافيون بي وين كما قلت لكم راهم يديروا البيع، يعني مين كاين لافونت. نحب نذكركم انه هذا المعرض مازال متواصل حتى النهار السبت 25 ديسمبر. اذا حبيتوا تروحوا ما تنساوش لي بافيت ولو جالي دووال كوليك تاعكم. انا هنايا نقول لكم فرجه ممتعه ومفيده، واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشجعوني باللايك والسبسكرايب، ومع الف سلامه. Thank you.
Thank you.